نتابع بلقاء خاص. شو المهم يلي اجا كرمال البطل الرياضي ادوارد معلوف والدكتور الي زوقي؟ شو هي المهمة يلي عم بينفذها اليوم بلبنان بعد انفجار مرفأ بيروت؟ كل هالتفاصيل باللقاء الخاص عبر صوت لبنان. بدي اقول كمان الاصدقاء فيكم تشوفونا على صفحتنا على فيسبوك Voice of Lebanon 100.5. اهلا وسهلا فيكم البطل الرياضي الاستاذ ادوارد معروف، اهلا وسهلا فيك. دكتور الي زوقي كمان رئيس جمعيه جريس، اهلا فيك. اهلا فيكم، صباح الخير. صباح النور. بدنا نقول بطل لبناني وعالمي بالبارالمبيك، خليلي اياك، اهلا فيك. شو جايبك، شو المهمه يلي خلتك تجي من هولندا الى لبنان؟ المهمه انه الانفجار بيروت الاخير وقت شفته على التلفزيون حبيت أعمل شيء للضحايا الانفجار والأشخاص اللي تضرروا من وراء الانفجار. سو بلشت بهولندا بمبادرة شخصية، صرت عم فكر شو لازم أعمل، وطلعت معي مبادرة إنه كيف فيني ساعد بطريقة أو بأخرى، وهيك بلشت. هي الفكرة بلشت كم كرتون تياب، لأنه بتعرفي كتبت مقال هونيك إنه جاي الشتوية والأشخاص اللي فقدوا كل شيء ما عاد عندهم لا تياب، ما عندهم من بيت، ما عندهم، فقدوا أحبائهم، فقدوا كل شيء. أقل شيء نقدر أعمل لهم شيء يكونوا دافين فيه بأيام الشتوية اللي جاية. بلشت كم كرتون تياب وصرنا الحمد لله لهلأ بعتين 3 كونتينر. رح نحكي بتفاصيلهم. كتبت انا ادوار معلوف، نعم، ملتزم تجاه كل ضحايا الانفجار تقريبا، عشت ببيروت، بدي ساهم لانه قلبي وافكاري ما زالوا بلبنان. مزبوط هيك. كيف كان التجاوب معك مع هالكلمات، مع هالمناشده، ولمين اطلقتها؟ للبنانيين بهولندا او للهولنديين؟ صراحة حطيت الخبر انه انا بدي ساعد، ومثل ما بتعرفي الهولندي شعب مثقف وشعب بحب يساعد، بيساعدوا كتير. حطيت هالمبادرة تبعيتي انه انا الاشخاص بحاجة لمساعدة، كان همهم الوحيد انه يوصلوا للاغراض للاشخاص اللي لازم يوصلوا لهم، ما يروحوا غير الطريق. لأنه كمان لثقة مثل معظم مثل كل البلدان يلي بعتت مساعدات أنه بدنا نوصل للـ NGOs مش للدولة. للأسف بس أنه أنا أعطيتهم كلمتي، وأنا على الكلمة اللي أعطيتهم إياها بدي أكون واثق أكيد أنه رح يوصلوا، وأنا أكيد حيوصلوا للأشخاص اللي عايزين. يمكن ما نقدر نساعد كل العالم، بس أكيد اللي عايزين حياخدوا غراض ويتساعدوا. وانا شخصيا جيت كمان تأشرف، عندي تيم على الارض واثق فيه 100%، وهيدا الهدف تبعنا انه نوصل الاشخاص اللي عايزين. هلا بلشت مثل ما قلت لك، بلشت كم كرتونه، الحمد لله صرنا باعتين 3 كونتينر والرابع على الطريق. نعم. سو رح نحكي هلا عن التجاوب الهولنديين مع هالصرخه، فينا نسميها صرخه اطلقتها باسم الضحايا كمان الانفجار. دكتور الي زوقي رئيس جمعيه جريس، عندك دور كمان كبير بهالمهمه يلي اجلها. يس، صباح الخير للكل. اكيد في دور، بس انا بدي ضوي على ايدي شوي استاذ ادوارد، مش انه متردد او ما بده يمكن يضوي عليا. ايدي صديق طفولة ادوارد، وانسان ملتزم جدا جدا جدا، بطل لبناني بامتياز بالماراثونات، بالبطل الاولمبي، بطل عالمي، لوحده شق الطريق ولوحده عمل حاله بمساعدات خفيفة جدا جدا جدا. اللي بحب يعرف بفوت على صفحته ادوارد معلوف على الفيسبوك، بيعرف قديه هزلم ملتزم. ايدي قدر يبقى بهولندا وقدر يشتغل من هونيك ويعطي من كل قلبه، وأكيد بروح بيجي على البلد كتير.
نحن كجريس كصديق طفولة إدوار معلوف حبينا نتعاون معه. أكيد هو كان موجود وعم يشتغل كتير، ومثل ما قال لك عم بيبعت بلش بكياس يعني اللي وصل لكونتينرز، فين نشوفه على صفحته هلأ يلي بس هيك لأفتح بارانتيز. نحن كجريس نحن الأطفال ذوي حاجات الخاصة، بس اللي صار من بعد انفجار بيروت مثل ما صار بعد الجمعيات الكلمة مسميا فلشنا، يعني بطل بس الحاجة الجمعية أو سبب الجمعية وغيرتها هي أطفال ذوي حاجات خاصة. مثل ما عدت مرة طلع معكم نائب رئيس الجمعية صديقنا ميشيل أبو سليمان، فتنا بالأدوية، فتنا بالتياب، فتنا بالمواد الغذائية، حاجات كتير حاجات يعني غريبة جدا يعني اللي عم بيصير بالبلد. ومثل ما قلت سيدي كله عم بيصير على عاتق القطاع الخاص. هذا الشيء مؤلم، عم بيقلمنا صراحة نفسيا، عم نتعب. نحن عنا إيمان كتير أنه ولا مرة ما قدرنا نعطينا مع إدوار معلوف اللي شفته عم يعمل شيء تقريبا كفرد شخصي مثل عجيبة، يعني شخص لوحده بهولندا في إيمان من الأكيب لحده أو من المحيط اللي عنده. بتشوفه بصفحته أنه من أربع أو شهرين أو أقل من شهرين، أربع خمس تجمع، كيف صار تطور العطاء شيء مش طبيعي. يعني هلأ بتشوفه ما بعرف صاروا بالرابع كونتينر يعني إيه، يعني من كراسي لكل الأعمار، لأولاد لووكرز. من يومين كنت عنده بفرجيني بعطفته أدي بفرجينا كيف قدر يحصل على ووكر أدفانس لولد بلبنان، ما نام أدي لا يحصل على الووكر. يعني وصل له من لبنان بدنا ووكر لهالولد لا يقدر يتمكن يمشي. ايدي مغفي ما نام، ضلوا يشتغل لشخص دغري حكي، وانا بالاذن منك عم بقولها ايدي حصل على الووكر بسرعة وبعتها على لبنان بمجهود شخصي وبكلفة شخصية. نحن عم نحاول قد ما فينا اتعاون معه، عم بتنسقوا بين جمعية نعم جريس نعم وبين نعم نعم. واكيد ادوار معلوف عنده كمان الاكيب عنده على الارض وعم يشتغلوا كتير منيح، ونحن حده على طول باذن الله هو كمان رح يكون حدنا كمان بالبلد. هلا رح نشوف كيف رح تتعاون، وهل في كمان للمستقبل تعاون ايضا. استاذ ادوارد معلوف يعني مثل ما قال، والنقطه اللي انطلق منها دكتور زوقي اللي هي بطوله العالم مثل ما قلنا بالبارالمبيك، بطوله العالم 2007 ميداليات سيلفر وذهبيه وميداليات اسيويه، بطوله العالم بال 2007 وغيرها من البطولات فعلا. ولكن ملاحظه مثل ما حكيتني تحت الهوى انه ببعض البطولات شاركت برغم كل الظروف الصحيه اللي كنت عم بتمر فيها، ولكن كان في عندك اصرار انك تربح. ليش هالاصرار؟ ولمين بدك تهدي هالبطولات؟ تنرجع شوي لورا بالوقت قلبت، انا وقت قلبت من الطبقه السادسه انكسر ظهري. يومتها الحكيم هون بأوتيل ديوك كنت عم اتحكم، قال له الحكيم ان شاء الله يقدر يقعد على الكرسي. سو هيدا هالكلمه ما وقفتني بال95، هاي بال95 ما وقفتني هالكلمه. سو انا بشغلي الوحيده انه انا كتير شخص ما بستسلم للاشياء، عنيد، عرفتي هالعنيد. الحمد لله عبر الأشخاص اللي التقيت فيها حولت هالعناد لطاقة إيجابية، وهالطاقة الإيجابية حولت أعمل منها شيء. هي كانت فكرة أنه بلشت حضر للألعاب البارالمبية، وهيك ب 2004 حضرت أنه حطيت حلم قدامي، ما كان ما حدا بيعرف كان إذا حيصير يا ما لا، بس حطيت حلم أنه جيب أول ميداليات، أول ميداليات بارالمبية للبنان. هيدا كان حلم واكتب تاريخ فيها وكون مثل للأشخاص الباقية تيقدروا يكملوا المشوار. اشتغلت كتير، تعبت كتير، يمكن لأنه بدون أي دعم رسمي كمان، أكيد هيدا مجهود شخصي. تعبت كتير ووصلت للألعاب البارالمبية، كان حرارتي 39 40، كان ملتهي بدمي وزعلت كتير انه جبت بس برونزيتين، لانه اقل شيء ما كنت بدي اجيبه هو ذهبيه، وكانت بمتناول يدي بس الوضع الصحي، الوضع الصحي. وبرضه بعدين تعلمت كمان اشياء تانية، انه لازم نكون نقبل
بالاشياء اللي صارت، ولانه يمكن في رسالة ما يعني البرونزية يمكن احلى من الطابق المرتبة الرابعة، سو هيك بتاخد الحياة بإيجابية، ما فيك تاخديها تضلك بسلبية. سو الإيجابية منها انه جبنا ميداليتين، اكيد في سلبية انه ما جبنا الذهبية، بس كمان في كون سلبية انه ما طلعنا مرتبة رابعة، يعني عرفتي. سو بهالمسار الرياضي اذا فينا نقول، وهالإصرار الدائم يعني على يعني على البطولات، هيدا الشيء كمل معك خارج عالم الرياضة مع هالمبادرة الإنسانية الفردية اللي انت أطلقتها بهولندا. مزبوط، هي لكي تعرفي وقت تشيرت تكوني توب سبورت يعني عم تمثلي لبنان على مستوى بارالمبي، مش مثل ما نحن مفهومنا للتوب سبورت. توب سبورت وقت تكوني عم تمثلي البلد وتكوني حاملة رسالة وتكوني قدها. هلا مش كل شخص بيروح على البارالمبيك بيكون عم بيمثل، عرفتي، بده يكون عم بيروح ينافس، عرفتي، بيعطي قد ما فيه وبيتعلم اشياء، بيتعلم اشياء، وهلا الاشياء اللي عم بيتعلمها سنه على سنه بتكبر الخبره تبعيته، بعدين بيجيب ميداليات. بس بده يكون عندك هدف، شو الهدف الا وين بدك توصلي من آ لزد. يعني كونك بطل ومعروف بالعالم، مش بس يعني مش على نطاق محلي، هل هيدا الشيء أثر إيجابا برأيك على تكاتف، على أنه يتلقفوا هالهولنديين رسالتك وهالمبادرة اللي أطلقتها تجاه أكيد يعني أكيد أكيد بتعرفي وقت شو يحكوا مع زلمة عنده اكسبيرينس بسبور وجاي ميداليات، غير ما تكوني شخص انه حابة تعملي شيء. صراحة وقت احكي شغلة انا بعرف شو عم بحكي وبعرف انه رح نفذها، يعني صار في ثقة، في ثقة كبيرة. هالثقة مهمة الثقة، وهلا الثقة بعد ما بنت كاملا الثقة وقت نفرجي مزبوط على الارض انه كيف عم نوزع الاشياء هون الشفافية هيدي اهم شيء، لانه شفافية ونفرجي العالم مصداقيتنا، ومصداقيتي انا كتير مهمة، لانه وقت احكي شغلة بدي نفذها. بلشوا اطلقت النداء، بلشوا يبعتوا لك مثل ما قالت كيس اول شيء، هل حددت انت الحاجات، هل كيف صار في كونتاكت بينك وبين مين هون بلبنان لحتى تسألهم شو الحاجات اللي بدهم اياها اليوم هالناس المتضررين من الانفجار؟ صراحة انا بلشت التياب، التياب بلشت فيها، بعدين صار يجيني مسجز من أشخاص على الويلتشيرز عندهم مشاكل كتير كبيرة، إنه عم بيدفعوا الأشياء اللي هن عايزينها، مش رح نفوت بتيد الديتيلز شو عايزين، بس عندهم نقص كتير فيها. سو هونيك ساعات عملت كونتاكت مع الأشخاص على الويلتشيرز، كل شخص هونيك عنده أشياء إكسترا، سو انا طلبت منهم ما بدي شيء منكم تدفعوا مصاري يا ماشي، بدي هالاكسترا اللي عندكم انتم حاطينهم ما عم تعملوا شيء فيهم، انا بدي اخذهم، انا بدي اعمل لكم ريسايكلينج للاشياء اللي عندكم ببلاش، بس بذات الوقت عم ساعد الاشخاص بلبنان اللي ما عندهم اياهم. سو عم نجيب الاشياء من هولندا، عم نعمل ريسايكل للبلد الهولندي، بس هالاشياء كلها نحن هون عايشينها، بيكون عم نساعد من مال تاني. يلا رح نحكي هلا مع دكتور زوقي عن الدور كمان اللي قاموا فيه باكيد يعني بدعم وبتكاتف بين بعضكم يعني على صعيد لبنان، ولكن عندي مداخله بس خذا بتسمح نحط الهيدفونز نسمع. الو بونجور. اول شيء بهني لمسيو معلوف، ثانيا بدي اقول له شغلي، ابن ابني بطل كندا بالماراثون 21 كيلومتر فيلو وركض، كان بده يمثل كندا بهولندا ب 5 سبتمبر هاي السنة، بقى مشان الكورونا أجلوها، وإن شاء الله بيبقى سنة الجاي بيتعرف عليه بهولندا. نعم ميرسي. اسمه ابن ابني جاد الطيف، يعني بيكون هو بطل كندا بده يمثل كندا بهولندا. نعم أوكي، أهلا فيك مدام. يلا بلكي بتستضيفوا أكيد، أهلا وسهلا، بتعرفوا سوا، ليش لا. دكتور إلي زوقي،
بلشتوا مع جريس وإدوارد معلوف تساعدوا الناس على الأرض، أو أنتوا يعني تتلقوا وتكونوا أنتوا هون على الأرض عم تستلموا هالكونتينرز يلي عم يوصلوا من هولندا؟ ومثل ما ذكر إدوارد يعني فيهم كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الأمور الثانية. بصراحة أكيد هلأ إيدي كان موجود قبل كمان، بس نحن حبينا بجلستنا اليوم نضوي على النشاطات اللي عم بيعملها، لأنه كتير مهمة يتبين العطاءات. يعني هلأ أتى على ذكر الأولمبيكس، بس قبل ما نفوت بقصة الجمعية، إيدي ما أتى على ذكر الكلفة اللي كمان الشخصية اللي عم بيحطها من جهته الخاصة بالعطاءات وبالأولمبيكس. يعني ما بعرف في شيء أهم من الكلفة. الكلفة هي الكلفة الصحية. أنا من صحتي هلا وقت تكون تلعب توب سبورت مثل الفورمولا 1، الفورمولا 1 وقت تستعمل السيارة والموتور أول مرة تاني مرة بتكب الموتور، ساعتها بيكون مش صالح جسمنا زيت الشيء. لأن نحن أنا عملت 18 سنة كنت عم بنافس على مستوى عالمي، وهالجسم عطول كنت أكثر ضربة فوت على المستشفى وما استسلمت. انطر وقت اطلع من المستشفى اول شغله اعملها اطلع على الفيلو وروح اتمرن ترجع على النيفو تبعي. سو هيدي كانت كتير تكلفني اكسترا انرجي، بس كنت حاطط شغله مثل اللي العناد اللي عندي، يعني كنت حابب كمل بدي اعمل شيء. واخر ميداليه مهمه عملتها هي ب 2017 بطوله كاس العالم ربحت الذهبيه فيها. سو عملت انجازات كتير مهمه، جبت ميداليات للبنان، كنت بطل العالم، كنت جبت سيرور بطولة العالم، بطولة الأسيوية. البطولات الأسيوية كنت عطول كون مريض وما كنت أقبل أبقى بتاخد، كنت تروح أعمل السباقات أنا مجروح أرجع من السباقات فوت مستشفى أعمل العملية. بس بعرف إنه فات ميداليات عاصم لبنان. عم تستهلك كمان مثل ما قال دكتور زوق يعني هلا موضوع المساعدات وهيدي المبادره، ونحن شفنا الفيديوز يلي عم بتنزلون على صفحتك يعني كمان عم تستهلك طاقه ومجهود منك. مجهود شخصي جدا جدا جدا. اول كونتينر كان تعبني كثير، اشتغلت فيه لوحدي عن جد. ما في فريق عم يشتغل معك بهولندا؟ لا, لا لا كنت عم اشتغل اول كونتينر اشتغلت فيه لوحدي، بعدين في مجموعه اسمه الليبانيز بنتنال دوت ان ال بهولندا اتصلوا معي قالوا لنا يا حابين يكون في بارتنرشيب معنا سوا نشتغل سوا. قلت لهم اهلا وسهلا، انا منفتح لكل العالم بس للجود لليبانيز. يعني شو فينا نعمل نساعد هالعالم ما في لمصلحه اللبنانيه، لمصلحه اللبنانيه. عرفت كيف؟ انا ما بدي فوت ماني سياسي، ما بحب السياسه وما بتدخل بالسياسه. انا بهمني هالعالم، لان العالم يطلع كبش محرق، خلينا نشتغل لهالعالم اللي بحاجه لمساعدات. وايش نتلاها ورا طائفتنا ورا سياستنا ورا انتمائنا، خلينا نشوف مين عايز ونساعده. لانه بالنهايه انه شو ما حدا حيعمل لك شيء، هو العالم عم بيطلعوا بكبش محرق. وهي الفئه الضعيفه ست سيدي، يعني ادوارد بيعرف يعني الشخص يلي قادر يوميا يتكيف ويتحرك بالبيت، طب كيف يلي عنده نوعا ما عدم قدره للتحرك؟ اذا عم نحكي عن ذوي حاجات خاصه مثل ما بنشوف على صفحته، يعني ادوارد معلوف يلي هلا عم بيحضر لمجموعة كبيرة بلبنان ولطاقات كبيرة، بتشوفوا على صفحته موجود يلي نحن عم نتابعه كمان من جمعية جريس لكل الأعمار. يعني وطاقته ما عنده حدود. يعني بتفوتي هلا أي شخص جاي هلا بالكونتينرز إذا مش غلطان، ويل تشيرز للأولاد كتير جاي، ويل تشيرز للكبار. علمني شو يعني كلمة أكتيف ويل تشيرز، يعني الولد يلي بده يتحرك ببيته مش مثل ويل تشير الموجودة بالمستشفى لهذا الكبير بالعمر. ساعدتوه بانه يكون في يمكن احصاء الى حد ما، يعني موجود الداتا موجوده موجود اكيد موجود الداتا وموجوده عند ايدي كمان، كانت الداتا معه. كيف قدرتوا جمعتوهم؟ عم نجيب داتا ناخذهم من غير جمعيات، وعم نقيم شو عندنا اغراض وشو عايزين. ما فينا قلت لك نغطي كل لبنان وتوزعوا الكونتينرز يلي وصلوا او لا بعد ما وصلوا يحني بعدهم على البور ناطرين تيطلعوا. اول ما يطلعوا راح تشوفي كل الفيديوهات اللي حتصير، راح حطهم لايف على الفيديو على الفيسبوك
بيج خلي يشوفوا العالم، وكل شخص عايز هون ببيروت أهلا وسهلا فيه. ذكرت وذكر دكتور زوقي أنه شخصيا جيت تشرف على موضوع كل المساعدات إذا فينا نسميها، مش هشوف يعني على كل شيء، بس أكيد حكون in contact مع الأشخاص. في الـ NGO كيونو عم يشتغل معهم كمان هون على الأرض، كيونو أكيد الجروب عارف شو لازم ينعمل، وهن عندهم أفكار كتير بناءة. في ماري الجالخية اللي عم تتابع القصص أكيد نسقنا شو لازم نعمل، وعندهم هن أشخاص عارفين كيف رح يصير القصص. بس اخترت فئة من الناس يمكن مش كتير مبادرات شمالتها مثل أي مساعدات، يعني الأشخاص يلي عندهم بحاجة إيه عندهم احتياجات خاصة بالنسبة ل الاحتياجات الخاصة بالنسبة ل لا في عنا كل شيء شيء. أنا أخذت المبادرة الكبيرة للاحتياجات الخاصة، جاي بتخوتي كمان للأشخاص اللي ما عندهم تخوتي، ما قادرين يتحركوا ببيتهم، لازم يكونوا بالمستشفى تياخدوا تاخد، جايبين دخل طبي عم نحكي طبي ليفهموا العالم، عرفت كيف؟ جايب لهم تخوتي، مش كتير جايب، بس بلشت ما فيني اقعد اقول عندي مثلا 1000 تخت، لا بلشت يمكن ب10 تخوتي 15 تخت، خلينا نشوف شو عنا وشو ناقصنا بعد، شو الحاجات يعني. هلا صرت مما قلت لي الاحد على لبنان، هيدا بعد الانفجار، هي اول زياره بعد الانفجار. نعم. عينت الكارثه الكبيره يلي شفت. حلت ببيروت شفت. اصلا قبل ما بدون ما عين كل صفحة كل صورة انحطت على الفيسبوك شفتها، ودموع كانت تنزل، يعني تنزل بدون، يعني كانت كارثة مش طبيعية، يعني أثرت فيه كتير. يعني نحن بتعرفي قطعنا بكتير مراحل بحياتنا هون، الحرب الأهلية والحرب والأشياء اللي صارت قدامنا، بس هيدا الأشياء كانت فوق المعقول، يعني مش طبيعية، الكاسة كبيرة. يعني كيف بيقدروا الناس استاذ معلوف انه يفوتوا، او يلي عنده اي حاجة يمكن هلا عم بيسمعنا عم بيشوفنا عبر صوت لبنان، كيف بيقدروا؟ بس نحط شغلي انا ما فيني اغطي العالم كله طبعا، انا حجرب قد ما في كل الاشخاص اللي عايزين، يا ما حابين عايزين بدهم اشياء عايزينها فيهم يتواصلوا على الفيسبوك بيج تبعيتي، يبعثوا لي مسجز، بجرب رد على كل العالم، بس اذا اجاني 4-5 مسج اكيد بدي. هلا بظل غياب او شبه غياب للدوله رح يوصل هالقد يعني مثلا، لانه عم بحكي بعرفت من الي مثلا انه مره اجاهم 2000-3000 مسج، يعني 2470 مسج، على كل حال ثوره بخصوص صح. الادويه يعني انهالت الاتصالات. ما هلا مش ما بدي يكون انه اقول انه اي حرد على كل العالم بظرف بساعة يا ما ساعتين يا ما نهار يا ما نهارين، بس اكيد ما رح تستسلم ورح تحاول. مزبوط. على الفيسبوك بيج يلي هي ادوار معلوف نعم يقدروا يتواصلوا معك. لهلا لانه عم بيسعى لاكتيفيتي كبيره ولا يقدر يلبي في اشياء عم نحضر لها لبعدين ان شاء الله، العالم رح نحطهم بالجو يعني نحكي عنها بوقتها اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. دكتور زوقي لك ميرسي كثير، لقاء مهم مفروض كان اللبناني يسمعوا باسم ايدي معلوف، يمكن بس كان يجي بوقت الماراثونات كان يعرفوا يطلع على البوديوم يتشكروا اكيد. هون بدي اقول شغله صغيره كمان، انه للاسف انه هالسنه ما في ماراثون بيروت. انا كل سنه عم بتشارك، مش بس بشارك، انا مع مي الخليل على كل شيء، بحب ساعد كل السبيشال نيدز، يعني حتى ايدي بالاذن منه ساعد بحضور اكثر من شخص من ذوي حاجات الخاصه ليكونوا موجودين بالماراثون. الماراثون تبعنا ماراثوننا هيدا، وهيدا فخر للبنان، وانا كنت كتير سعيد على طول وقت اجي اعمل ماراثونات تكون يعني سابق بشوارع بيروت، يعني هذا بيعطيك عن جد فرح كبير. يعني للاسف هالسنه مش موجود كورونا السنة. أنا بس عندي بس تعليق، إذا ما حكينا على عنده كهام بالكوتشينج للأولاد الصغار وبالبيوت، ما حدا يقعد بالبيوت صح ولا لا؟ صراحة أنا كمان جبت كمان اللي جايب مع أشياء، جايب ويلتشيرز مع سايكل قدام، يعني الويلتشير العادي بتحطي لها مثل سايكل قدام، حابب أعمل مثل جروب صغير مثلا، روح على المارينا لأشخاص بدل ما
بتعرفي عنا الأشخاص بالأنديكابي السبيشال نيس بلبنان كتير بيقعدوا بالبيت. هذا شغل شخص شغل غلط. لازم يعملوا رياضة، لازم ينبشوا على طريقة يعملوا رياضة. رياضة كتير عامل أساسي للأشخاص على الويتشيرز. يعني مع الأسف نحن بنحكي هون عن حقوقهم، بعدنا منطالب بحقوقهم وهن بيطالبوا يعني بحقوقهم، بعدنا بهيدا المرحلة على الصعيد الرسمي. يعني من يومين حتى عم بيقول لي عم بيجيب ويلتشيرز للباسكتبول، يعني بده يبلش ايدي يشتغل ايدي كوتش اذا مش غلطان. هلا عم تاخذ شهادات بال عندي انا عندي سايكلينج كوتشز، انا سايكل كوتش سايكلينج وجايب ويلتشيرز للتنس راح نحطهم راح بالفولو اب راح تكون بنادي هون بلبنان. في كورس صديق لي راح يكون هو اللي حي يدربهم وباسكتبول كمان باسكتبول راح نشوف ما في شيء شو راح نقول ان شاء الله كل هالغايات لا راح نسميها احلام ولا طموحات غايره. بدي اقول لك شيء للتحقق الويلتشر تنس ويلتشر صاروا هم صاروا بالكونتينرز ما بده حدا يقعد بالبيت ايدي هيدا همه. انا عم بجرب اخلق لهم فرص يطلعوا من البيت ويروحوا يعملوا رياضه. اول شيء رياضه كتير مهمه لنا كلنا مش بس للويلتشر، بس الويلتشرز يوزرز اكثر لانه لازم يحركوا حالهم. تاني شغله عم بخلق لهم فرص، بحابب اخلق لهم فرص مش اكثر. ان شاء الله عم جرب كان اخلق. اهلا وسهلا فيكم البطل كتير. الرياضي ادوارد معلوف ودكتور الي زوقي رئيس جمعيه تجر معلوف بدون دي اوكي ادوارد على اساس بس نصير خلص نصير نحكي اجنا اهلا ادوارد اهلا فيكم بصوت لبنان اهلا فيكم.